أكد السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن انعقاد مجلس الأعمال البحريني السعودي يعكس الاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعاية واهتمام من جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين، وأهمية الدور المحوري للسعودية تجاه القضايا الاقتصادية بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج. وأكد ناس خلال كلمته الافتتاحية لمجلس الأعمال البحرينية السعودية المشترك السعي لتفعيل التكامل الصناعي بما يصب في خدمة النمو الاقتصادي للبلدين، حيث يلعب القطاع الخاص في البلدين الشقيقين دورا كبيرا ومحركا أساسيا للنشاط الاقتصادي وفي تنويع المشاريع الاستثمارية المشتركة. من جانبه أشار رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك السيد عبد الرحمن بن صالح العطيشان إلى أن الهدف من الاجتماع هو استمرار التواصل بين الجانبين لتفعيل المجلس المشترك وبلورة مشاريع استثمارية ترفع من حجم التبادل التجاري المشترك. شمل جدول أعمال اجتماع مجلس الأعمال البحريني السعودي عرضا عن الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والتوجهات الاستراتيجية ومناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية مع المملكة العربية السعودية وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة. وقدم الجانب السعودي عرضا مرئيا عن الطاقة المتجددة وفرص تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين وتطورات الجسر الموازي وعددا من الفرص الاستثمارية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة لعرض مرئي قدمه الجانب البحريني عن فرص الاستثمار للتكامل الاقتصادي. طبعا التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والبحرين هذا هدف من الأهداف اللي تصبو إليه القيادتين أصحاب الجلالة وولاة العهد ورؤساء الوزراء، وهناك لجنة تنسيقية على مستوى رؤساء الوزراء وولاة العهد ولجان منبثقة منها، وهذه طبعا تهدف إلى تذليل كثير من العقبات وتفعيل كثير من البرامج اللي توحد الرؤى وتوحيد كثير من الأمور اللي ممكن تزيد من وتيرة التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المشتركة بين البلدين. وإحنا من خلال مجلس الأعمال البحريني السعودي هذا كقطاع خاص نرفع توصيات إلى هذه اللجان المنبثقة من هذا التنسيق، والهدف هو عمل نوع من تسريع في الوتيرة، وتيرة العمل المشترك والتجارة البينية بيننا. أهم المواضيع اللي تهمنا كرجال أعمال بين البلدين اللي هو التكامل الصناعي. المملكة العربية السعودية ما في شك بلد فيه توسع بالصناعة، أيضا مملكة البحرين فيها توسع بالصناعة، والرؤية 2030 لدى البلدين. فالتكامل الصناعي حقيقة وهذا شيء تجاري هو يعمل الديمومة دائما في الاستمرار سواء في الأعمال التجارية أو الصناعية.